نتعلم مع بومباليسا. كيف ستصل إلى الماء وهناك ثلاث عقبات أمام هدفها؟ عقبة الخيوط الكهربائية، عقبة الحائط المسدود، وعقبة الديناصور المخيف. عليها أن تتوكل على الله، وهذا يعني أن تبدأ باللجوء إلى الله بالدعاء. ولكن عليها ألا تقف عند سجادة الصلاة تنتظر الماء أن يطير إليها. يكون التوكل حقيقياً إذا طلبت من الله المساعدة وسعت لتخطي العقبات. قال الله تعالى في سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. تذكروا، الطريقة الصحيحة في التوكل هي الدعاء والعمل يداً بيد طوال طريق تحقيق الهدف.